اهلا بحضراتكم. الحكايه اللي هحكيها لكم النهارده حصلت في يوم من ايام سنه 1924، لما مجموعه من طلاب كليه الحقوق بالجامعه المصريه راحوا لزياره ليمان تورا اشهر سجون مصر. وده كان ضمن فعاليات دوره تدريبيه صاحبهم فيها استاذ القانون الجنائي بالكليه. وخلال تجوالهم في ارجاء السجن، مدير السجن قال لهم انا متردد ان انا اسمح لكم بزياره قسم لصناعه السلال والجمع سله، يعني لانه في مسجون سياسي عندنا بيشتغل في هذا القسم، وتصادف انه كان من زملائهم في الكليه، وهو السجين عبد الفتاح عنايت اللي كان بيقضي عقوبه الاشغال الشاقه المؤبده لاتهامه باغتيال السردار لي ستاك القائد الانجليزي للجيش المصري. برغم انه عبد الفتاح عنايت نفسه كان طلب من المامور انه يسمح له برؤيه زملائه السابقين، فالزائرين قالوا للمامور لا والله احنا بنرغب في رؤيه زميلنا اللي بنفتخر بيه وبنفتخر بنضاله. لكن عبد الفتاح عنايت لما شاف زملائه لم يتمالك مشاعره وانهار في البكاء، فطلب مدير السجن اللي كان متعاطف معاه من زملائه ان هم يغادروا قسم صناعه السلال مسرعين، ويتركوا عنايه لدموعه ولسله كان قد بدا في صناعتها. وبالمناسبه انبسطت جدا لما لقيت انه في كتاب مطلعاه بنته قريبا عن الهيئه العامه للكتاب، ان شاء الله نعرضه في حلقات قادمه. لكن الذكرى دي لم تغادر ذهن واحد من اللي كانوا في الزياره دي، اللي هو محمود كامل المحامي والصحفي والكاتب المسرحي ايضا. ولما أصدر سنة 1935 عدد خاص عن البوليس المصري من مجلة الجامعة اللي أنشأها وكانت بتلاقي نجاح كبير في أوساط الشباب أيام ما كانت الصحافة المصرية مزدهرة، قرر عمل حوار مع سليم زكي رئيس القسم السياسي بمحافظة القاهرة، واللي تمخضت عنه بعد ذلك أشهر الأجهزة الأمنية المتخصصة في قمع السياسيين جيل بعد جيل، الألم السياسي والبوليس والأمن وصولا بقى إيه للأمن الوطني. وقرر انه يسأله عن طبيعة عمل ذلك القسم اللي الانجليز انشأوه وبدأ نشاطه بشكل منظم في مطلع سنة 1924، وكان تسبب في القبض على عدد من زملاء محمود كامل واساتذته بتهم سياسية. فسليم زكي ما تعرفش بقى هل ده كان يعني بجواب صريح ولا لا، قال له انه والله القسم دلوقتي مشغول بمراقبة الارمن المقيمين في مصر، وبخاصة المنتمين منهم لأحزاب سياسية، وبمراقبة الشيوعيين سواء الأجانب اللي بيتم نفيهم من مصر قبل محاكمتهم، أو المصريين اللي بيتم إحالتهم إلى المحاكمة بعد بنص كلامه ثبوت إدانتهم ببث الدعوة الشيوعية، ومراقبة الفوضويين الذين يدعون لعدم الاعتراف بالحكومات والسعي لقلبها وعدم الاعتراف بالملكية واعتبارها سرقة، وهم قليل العدد جدا. لكن برغم أن الأنركيين أو الفوضويين وقتها كانوا قليلين، لكن كانوا محطوطين تحت عين البوليس بقوة. فلما سألوا محمود كامل إيه أبرز الطرق اللي بيتوصل بها رجال القسم لكشف المؤامرات السياسية، أجابوا سليم زكي إن أنجع وأقوى سلاح عندنا هو المرشدين أو المخبرين، وضرب مثل أو البصاصين زي ما بالتسمية القديمة بتاعت التاريخ، وضرب مثل بأشهر القضايا اللي أنجزها ذلك القسم وكان بيفتخر بيها، وهي قضية القبض على المشاركين في اغتيال السردار لي ستاك اللي اتقبض على عبد الفتاح عنايت وبعض المناضلين فيها، واللي كان القسم اعتمد فيها على مرشد اسمه نجيب الهلباوي، اللي كان سليم عارف ان هو صديق بالاخوين عبد الرزاق وعبد الفتاح عنايت، فقام اتفق معاه انه يأجر اوضه في احد بنسيونات القاهره، غرفه يعني، ثم تم تكليف الصاغ حمدي اللي هو مساعد سليم بانه يأجر الغرفه المجاوره ويستمع من خلال الباب الفاصل بين الغرفتين الى الحديث اللي بيديره الهلباوي مع الاخوين عنايت وبيستدرجهم في الكلام. وجابوا قنابل من الجيش الانجليزي خرجوا منها البارود وادوها لنجيب عشان يستخدمها في اقناع الاخوين عنايت بانه خطير، مش راجل بس بتاع كلام، لا ده انا جايب لكم قنابل كمان، وبعدين يقول لهم انه ساخط على الذين قاموا بقتل السردار لما تسببوا به من اضرار لمصر، فيقوم مضطرهم الى الدفاع عن ما جرى، ويقوم بعد ذلك يعني بحكم الصداقه القديمه بيصرحوه بان هم كانوا مشتركين في القتل من باب الدفاع عن انفسهم، فاظهر لهم وده وفعلا حصل ده، واظهر لهم رغبته في زياره قبر مصطفى حمدي الشهيد مصطفى حمدي احد اللي شاركوا في الاغتيالات السياسيه وقتها للانجليز وحلفائهم، ومات متاثرا بجراحه اثناء تدريبه على القاء القنابل في جبل المقطم، وتم دفنه في قبر مجهول فضل البوليس ورجال البوليس يبحثوا عنه عبثا،
وللأسف والأخوين عناته بيتكلموا أرشداه إلى مقر ذلك القبر، فالبوليس السياسي كان بيسمع المحادثة فتوصل أخيرا إلى هذا القبر عشان يثبت إن هو قدر يتخلص من مجرم خطير كان أو إرهابي خطير كان بيهدده. في اليوم التالي تم القبض على محمود إسماعيل أحد المشاركين في القضية واللي تم الحكم عليه بالإعدام فيما بعد هو وآخرين. وبعدين استدعوا الصحفيين عشان يصوروه هو داخل إلى مقر وزارة الداخلية اللي كان إسماعيل صدقي الطاغية الشهير بمعايير وقتها طبعا كان وزير الداخلية آنذاك، وبعدين صوروه بعد خروجه من مكتب الوزير وإلى جنبه راسل باشا اللي هو الحكمدار الإنجليزي للقاهرة وأشهر تقريبا المسؤولين الإنجليز في تاريخ مصر في الفترة دي، واللي وقف أمام الصحفيين مبتسما. فالصحفيين سألوا سليم زكي قالوا له هو راسل باشا مبتسم ليه؟ فقال لهم أصل محمود اعترف بأسماء كل شركائه في قتل السردار. الحقيقة أن ده ما كانش صحيح، لكن طبعا الصحف نشرت التصريح، وبعدين سليم كلف أحد رجالته بأنه يتنكر في زي بائع صحف وطلب منه أنه يروح مدرسة الحقوق اللي كان عبد الرزاق عناية طالب بيها وينادي وهو ماسك الجرنان اكتشاف قتلة السردار، اكتشاف قتلة السردار. فسمع عبد الرزاق بالموضوع، وكان برضو في العناوين اعتراف محمود إسماعيل تفتيش بيوت المتهمين، فعبد الرزاق اشترى نسخة واتجه إلى منزل محمود راشد أحد شركائه، فلقى البوليس محيط بالمنزل فتأكد من صحة النشر عن اعتراف محمود، بينما محمود يا عيني كان في الحقيقة لا يزال صامت ورافض أنه يتعاون. وفي الوقت نفسه اقترح المخبر ونجيب الهلباوي على الأخوين عناية فكرة أن هم يهربوا بالأسلحة اللي استعملوها في قتل السردار. برضو الإنجليز كان عندهم هوس فكرة اللي هو إيه، أنك تجيب سلاح الجريمة عشان تقفل أوراقك، عشان الرأي العام الإنجليزي مش عاملين ده عشان المصريين، لا خالص، عشان بس إيه يستفوا أمورهم قدام البرلمان قدام الرأي العام الإنجليزي. وإن هم أقنعهم أن هم يهربوا بالأسلحة دي إلى طرابلس عن طريق سكة حديد مريوط، اقتنعوا بالفكرة وبدأوا في تنفيذها. فراح الهلباوي يبلغ القسم السياسي بذلك، فسافر سليم ومعاه إنجرام بيك مساعد الحكمدار إلى الإسكندرية بطائرة حربية إنجليزية، وسليم كلف مساعده بأنه يتتبع الهلباوي مع المتهمين الهاربين، وتم ضبطهما متلبسين بالأسلحة بعد ما خرجوها من مخبأها لأن هم كانوا مخبينها، واتقبض عليهم واتحكم بالإعدام على واحد منهم وبالأشغال الشاقة على الآخر اللي هو عبد الفتاح عناية اللي قلنا في الأول إن هو شافه في السجن في قسم صناعة السلال. سليم زكي فجر مفاجأة في حواره مع محمود كامل واللي نشره بالتفصيل في كتابه يوميات محامي، صور من حياة مصر القضائية والاجتماعية والأدبية، واللي صدر عن سلسلة كتاب اليوم بتاريخ يوليو 1984، لما قال له أنه قيام القسم السياسي بالقبض على المتهمين في سنة 1924 كان أصلا ممكن يحصل في سنة 1921 بعد اغتيال السردار مباشرة، يعني هو تأخر 3 سنين، لولا أن البوليس تعرض لخداع استراتيجي من عبد العزيز راشد أخو محمود راشد اللي أعدم في حادثة السردار واللي قلت لكم عليه من شوية، لما راح لسليم بنفسه وادعى أنه هو عايز يتعاون وقال له أنا عرفت أنه في شخص يدعى مصطفى الخيال هو اللي بيعمل القنابل اللي بتقتل بها الإنجليز، فراح البوليس السياسي يفتش منزله بدقة فما حصلوش على شيء، لكن عند خروجهم من المنزل لقوا قنبلة مرمية خلف باب المنزل الخارجي. فسليم فهم أنه القنبلة دي تم دسها بواسطة عبد العزيز اللي اتضح أنه هو كان مرشد كاذب وأنه بيتعامل وأن أصلا لمصلحة الفدائي. لكن سليم لم يقم بإطالة مدة القبض على عبد العزيز، بل سهل الإفراج عنه، وبعدين طلب من صديق مخبر حقير آخر للأسف اسمه مش مذكور أنه يراقب عبد العزيز هو ومحمود ويبلغوا بمدى اتصالهم بحركة صنع القنابل اللي كانت على قدم وساق وقتها، واتفق معاه انه يحتفظ دايما بعلبة سجاير فيها سيجارة واحدة بس، فلو لقى انه في قنابل او مواد لتصنيع القنابل جوه منزل الاخوين راشد يقوم واخد السيجارة ورامي العلبة من الشباك، وقتها ما حدش هيشك فيه لانه بيرمي علبة فارغة من السجائر بعد ما خد منها السيجارة الاخيرة. وفعلا لقى القنابل فقام رمى العلبة، فالبوليس السياسي داهم المنزل وعثر فيها على قنابل وأسلحة، وتم تقديم عبد العزيز اللي كان موجود لوحده إلى محكمة الجنايات وتمت إدانته، لكن البوليس لم يتمكن من القبض على محمود وباقي أصدقائه. ويتضح أنه قتل السردار الإنجليزي تم بأسلحة مشابهة لتلك التي وجدت في منزل الشقيقين
عبد العزيز ومحمود راشد، وبعد كده تتسبب خيانة المرشد والمخبر نجيب الهلباوي بعد ذلك في إسقاط من بقي هاربا منهم، فيتعرض بعضهم للإعدام ويتعرض بعضهم للسجن، وللأسف ويتعرض الجميع للنسيان في مصر اللي لا تكف كغيرها من البلاد عن إنجاب الأبطال والجلادين والوشاة. الحقيقة هذه الصفحة من تاريخ مصر والمهمة، طبعا حضراتكم لما تسمعوا القصة دي تقولوا يا خبر أبيض، دي إيه ده، كان ممكن يعني يبقى فيها كم، يعني تعمل فيلم رائع جدا، لكن برغم أنه في بعض الأفلام اللي اتعملت لكن للأسف بسطحية، يمكن من أفضلها في بيتنا رجل، والفيلم بتاع صلاح أبو سيف برضو اللي هو كان فيه رشدي أباظة غايب عني اسمه دلوقتي. لكن عندنا لما تقروا التاريخ ومذكرات اللي قادوا العمليات السرية في ثورة 19 وكفاح ناس زي عبد الرحمن فهمي وزي عبد الفتاح عنايت وغيرهم، يمكن أنا كنت كلمت حضراتكم قبل كده في مقدمات بعض الحلقات عن أشهر الأبطال المنسيين في ثورة 19 اللي للأسف لم يسلط عليهم الأضواء. وأنا مش فكرة أن أنا بميل لنظرية المؤامرة، لكن أنا رأيي أنه ده مقصود ومش من فراغ، اللي هو لإفقاد ثقة المصريين في أنفسهم ودايما التركيز حوالين فكرة البطل. طبعا ده بيحصل في التاريخ صحيح، في كل أنحاء نواحي الدنيا بتلاقي التركيز على بطل رئيسي، لكن تاريخنا فيه الكثير من الأبطال المنسيين اللي لو كان تم التركيز عليهم وعلى دورهم. طبعا هيجي ناس يقول لك أصله برضو العمل الفدائي والسري لم يفيد، لا الحقيقة أنه كان ليه إفادة كبيرة جدا في ثورة 19، ويمكن كان في رغبة في إظهار أنه ثورة 19 كانت ثورة سلمية ولم يتم فيها إراقة أي دماء، لكن ده مش صحيح. وأنا قاعد حضراتكم إن شاء الله أن حيبقى لينا وقفة مع كتاب مهم جدا اسمه الأيام الحمراء اللي كان بيوثق يوميات الثورة أولا بأول، وصدر من فترة عن دار الكتب والوثائق القومية، والعمليات السرية اللي كانت بتحصل والعنف اللي هو بيطلق عليه في كتب التاريخ العنف المسلح، ده كان الوجه الآخر للثورة اللي تواطأ الكثيرين على إهماله ونسيانه، وتم الإعلاء من شأن ما قام به الأبطال السياسيين، وهي أدوار مهمة. لكن برضو لما نيجي نشوف التاريخ نلاقي انه مش بس تم نسيان الابطال اللي زي عبد الفتاح عنايت وعبد الرزاق عنايت وغيرهم، ولكن تم ايضا نسيان كتابة تاريخ الوشاة والمخبرين والجلادين واللي تورطوا في الخيانة واللي تورطوا في احلام البلاد. وده اللي بيخلينا للأسف انه زي ما قال الابنودي، مشكلتنا ان الخونة بيموتوا وخلاص بلا محاكم بلا قصاص على حد تعبيره، لكن حتى مش محاكم، من غير ما حتى يذكروا في التاريخ. وزي ما الناس تتعلم انها تفتكر سيرة الابطال تفتكر سيرة الوشاة والجلادين واللي بيقتلوا احلام الناس، عشان ده يبقى فيه عبرة وعظة للاجيال القادمة. فاصل قصير ونكمل فقرات هذه الحلقة من عصير الكتب بحوار اعدكم ان شاء الله انه سيكون في غاية الاهمية، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم. في هذه الأجواء الكارثية والمحبطة والمؤلمة، قد يبدو الحديث عن تاريخ سوريا طرفا لا مكان له، يحمل في طياته الكثير من السذاجة والتعلق بحقبات ولت وتركت ذكريات عطرة، أو أننا نظنها اليوم كذلك بعد طفو عفن الحاضر إلى سطح وعينا، كما قد يبدو تاريخ سوريا برمته سرابا عندما نراه من خلال عدسات هذا الحاضر المكسورة والمهزوزة والمغطاة بالرماد والدموع والدم. ولكن ربما كان التفكر ببعض مناحي هذا التاريخ وبأثاره على الأرض السورية مدخلا لتصور يقظة مأمولة بغد أفضل، ومفتاحا لتصحيح مفاهيم مغلوطة ومسيسة تراكمت على مر السنين وحجبت بعضا من حقائق تاريخ هذا البلد وشوهت بعضها الآخر. هذا المقتطف المهم من أحدث كتاب سيصدر لي الدكتور ناصر الرباط أستاذ كرسي ومدير برنامج الأغا خان للعمارة الإسلامية في معهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، واحدة من أهم جامعات العالم، واللي بنسعد أنه نستضيفه في عصير الكتب. شرفتنا دكتور ناصر أو بروفيسور. شرف لي شكرا. طبعا أنت من الأسماء المهمة على مستوى العالم في مجال تخصصك، صيتك لو قعدت أقرأ سيرتك الذاتية هنخلص أول سيجمنت من غير ما نتكلم، فبحاول أن أنا أسابق الزمن عشان أستفيد من وجودك معايا.
لكن ملاحظتي الأولى أنه برغم أن أنت بقالك كتير بعيد عن سوريا تقريبا كم سنة؟ بقالي أنا خارج سوريا دلوقتي 38 سنة، بس بقالي دلوقتي 8 سنين ما روحتش سوريا. لكن بتكتب بالإنجليزي طول الوقت من سنين الأكاديمية والعلم. صحيح. لكن ما فقدتش قدرتك على الكتابة باللغة العربية اللي فيها نفس، يعني اختيار المفردات في روعة وفي اختلاف في يعني ما فيش كلمة محطوطة زيادة، وفي أنه دي مثلا مكسورة فتبقى مغدورة، فكل واحدة فيهم لها معنى. إزاي حافظت على علاقتك باللغة في البعد الطويل عن الوطن؟ الحقيقة الفضل الأول لوالدي ووالدتي، الاثنين كانوا محاميين، وكان والدي شديد وقاسي، وطلب أنه نكون هادئين بعد الظهر لأنه كان ينام، وقال لي مكتبتي أمامك أعمل اللي أنت بتريده. فابتديت أقرأ لأنه كان هذا الشغل الوحيد اللي ما بيصدر ضجة. فقرأت مكتبة والدي قبل أن أبلغ 14، وبعدين ابتدأت أكون مكتبتي أنا. وفي الفترة تلك كنت أقرأ بالعربي والفرنسي فقط، لم أكن متعلما الإنجليزية. فأنهيت مكتبة والدي ووالدتي وابتدأت بمكتبتي أنا، لكن الفضل باستعادة العربي. كنت أحضر الماجستير في جامعة لوس أنجلوس في كاليفورنيا، وكان أعز شخص لي كان أستاذ متقاعد في UCLA، وهو خال والدتي. واكتشف على أنه لغتي العربية ابتدأ يصبح فيها لكنة، فقال لي يجب أن تستعيد لغتك العربية. فقضيت الصيف سنة 1982 وأنا أقرأ الأعمال الكاملة لطه حسين. فأنا سيدي. أظن أنه لغة طه حسين هي التي أثرت فيها. أنت رحت للمعلم الكبير على طول. صحيح. جميل. المقتطف اللي أنا قريته لحضرتك هو جزء من كتاب، أحدث كتاب سيصدر لك باللغة العربية، عمارة المدن الميتة نحو قراءة جديدة للتاريخ السوري، وهو سيصدر عن دار جامعة حمد بن خليفة. هو فيه إعادة كتابة لكتاب قديم ليك، بس أنت كمان ضايف فيه الهم السوري أو الحال السوري. صحيح. المؤسف الآن. هل ممكن تكلم المشاهد عن ما هي فحوى هذا الكتاب سريعا؟ صحيح. بطبيعة الحال إعادة كتابة الكتاب لها علاقة بالتدمير الهائل اللي حصل في سوريا بعد الثورة السورية، ومن وجهة نظري كان من الأفضل أنه نستعيد تاريخ سوريا من خلال النظر للتاريخ العمراني في سوريا. ولذلك رجعت إلى الكتاب وأضفت له، يعني الكتاب الذي سيصدر الآن أكثر من ضعف مساحة الكتاب الأول، ولكن الرسالة هي نفسها، والرسالة هي في أهمية إعادة النظر في كيف ننظر إلى نفسنا كقوم، كشعب في الوقت الحالي. كما تعرف الانقسام ما بين السوريين اليوم انقسام على مستويات مختلفة، في انقسام ديني وطائفي، في انقسام مناطقي، في انقسام عرقي. فرسالة الكتاب هي أنه هوية سوريا التاريخية ومنذ ظهور اسم سوريا إلى الوجود هي هوية مركبة، هوية هجينة، من الأساس هي هوية موجود فيها كل هذه العوامل، وهذا ما جعل البلد بالصورة الجميلة اللي كانت عليها قبل أن تتفتق الجروح ويطلع إلى السطح طبعا عفن الطائفية والمناطقية والطبقية بطبيعة الحال، لأنه في عنصر طبقي لما يحدث في سوريا اليوم. فرسالة الكتاب عن طريق العودة إلى عمارة هذه المنطقة الرائعة هي أنه هذه المنطقة سورية في الصميم، ومع ذلك عمارتها فيها تقاطع لكمية هائلة من الحضارات في إنجازها المعماري وإنجازها الفني وإنجازها التزييني، ولكن أيضا في أسلوب الحياة التي كانت تعاش في هذه المدن الميتة. تمام. وأنت بتقول أنه في مقابلة بتطرحها أو تضاد ما بين مصطلح المدن الميتة، وبتقول لا أنها الحقيقة قرى منسية. ممكن تشرح لنا الفكرة أكثر؟ المدن الميتة هو اسم ورثناه عن أول باحث فرنسي زار المنطقة،
واسمها ليفيل مورت، المدن الميتة، وكتب كتاب عنه اسمه ملخيور دي فوخي. الاسم هولندي ولكن كان نبيل فرنسي، والكتاب نشر حوالي سنة 1780. فالاسم علق في المنطقة، وبما أن المنطقة الحية هي منطقة قرى رومانية وبيزنطية، فهي منطقة تمثل بالنسبة للفكر الأوروبي منطقة من مناطق الأصول بالنسبة للثقافة الأوروبية، لأنه الحضارة الرومانية طبعا والحضارة البيزنطية كحضارة مسيحية استحوذت عليها أوروبا كجزء من تراثها. فواحد من رسائل الكتاب هي استعادة هذه المنطقة لتكون جزء من تراثنا. وأنا أسميها قرى منسية أولا لأن المجمعات السكنية الموجودة هي أقل من مدن وأكثرها قرى ودساكر، والعنصر الثاني أنه هي منسية وليست ميتة، بمعنى أنه هجرها سكانها ونسيها السكان الذين قدموا إلى المنطقة فيما بعد وتركوها. وهذا من حسن حظنا، لأنه المنطقة لغاية بداية الحرب أعتقد أنه كمية هائلة من هذه مواقع دمرت الآن في الحرب الأهلية السورية، ولكن لغاية بداية الحرب كانت المنطقة على حال ممتازة من الحفظ والصيانة. وللأسف زي ما أنت بتقول في الكتاب أنه بعض هذه المواقع تحول إلى مخابئ للجماعات التكفيرية المسلحة، وبعضها الآخر بيتعرض للقصف العشوائي من النظام، فبالتالي التدمير. والمفارقة أنه الأماكن دي اللي هي برا حلب، برا حمص، برا في أنطاكيا، والمناطق اللي فيها أديرة مسيحية مشهورة وكذا. لكن أنت في جزء من الكتاب، وده الجميل يمكن اللي بيدي مساحة من الأمل والتفاؤل، أنت لازلت ترى برغم أنك مدرك لمرارة الواقع، بتشوف أنه هذه الأماكن بالذات يمكن أن تكون في المستقبل مدخل لإعادة بناء سوريا، يمكن أكثر حتى من المدن الكبيرة اللي زي دمشق وغيرها. صحيح، والسبب الحقيقي برأيي مش بس إعادة بناء سوريا، إعادة بناء الهوية العربية على أسس منفتحة ومتسامحة. أنا أعتقد أن سوريا هي فقط الجزء الأكثر تشددا أو الأكثر تطرفا في التعبير عن الانقسام الهوياتي الحاد الذي يعاني منه العالم العربي، الذي يعاني منه كامل العالم العربي. سوريا حصل المحظور وانفكت الصلة الاجتماعية، وبالتالي حصل القتال ما بين الأطراف. الأطراف في بلاد تانية لا تتقاتل ولكنها لا تثق ببعضها ولا تتشارك حتى في رؤيتها للماضي التي تنتمي إليه. يعني ممكن يكون عندك أشخاص في بلد عايشين مع بعض ويتشاركوا في البلد اليوم، وكل واحد منهم له نظرة لتاريخ هذه البلد مختلفة عن نظرة الثاني. صحيح. فأنا زي ما عندنا في مصر مثلا طبعا الفرعوني والقبطي واليوناني والإسلامي، كل دي حقب مهمة، وعندك في مصر أفراد يرفضون الاعتراف بالحقب ما قبل الإسلامية. صحيح. وأفراد غير مسلمين يرفضون الاعتراف بأن التاريخ الإسلامي هو تاريخ مصري ويعتبرونه تاريخ استعماري. وعندك نفس الكلام في كل البلاد العربية. صحيح. فأنا وجهة نظري أنه هذه القرى كإنجاز معماري عمراني رائع، لأنه هي فعلا 800 موقع لغاية اليوم في منطقة صغيرة جدا لا تتجاوز 1500 كيلومتر مربع، ومنطقة وعرة ومنطقة ليست سهل الإنتاج الزراعي فيها، ومع ذلك أنشئت فيها هذه المدن أو هذه القرى، خلينا نسميها باسمها الحقيقي. فأنا وجهة نظري أنه استعادة هذا التاريخ ممكن أن تعلمنا أنه تاريخنا هجين، وأنه كلنا ننتمي لهذا التاريخ الهجين، وأنه لا أفضل لواحد منا عن الآخر بأن يقول تاريخ هذا البلد يمثل تاريخ طائفتي أو تاريخ ديني أو تاريخ عرقي أو تاريخ طبقتي أو تاريخ أصلي التركي ولا. يعني أنا أريد أن أستخدم هذا الكتاب كمدخل لاستعادة القبول بالتاريخ المشترك لمكونات الشعب الذي نسميه الشعب العربي، ممكن نسميه الشعب السوري لو عايز، لكن أنا وجهة نظري على أنه المكونات المختلطة يجب استعادتها للسماح أو للقبول أو للمشاركة مع كل العناصر التي تمثل الشعب السوري اليوم. من المستحيل أنك تطرد طرف منهم وتقول أنت غير سوري والآخرين سوريين.
فأنا أظن أنه هل الموقع هذا يسمح لنا بمناقشة هذه النقطة؟ جميل. وعجبني كمان في الكتاب أنه زي ما يكون الواحد ساعات من كتر الألم والمرارة بينسى أنه أحيانا تمثل الأحداث الكارثية اللي فيها دمار فرصة لإعادة الانبعاث والنهوض. فأنت بتستعرض ده من خلال التاريخ السوري أنه ليه علاقة وطيدة مع الدمار والتدمير الكامل. صحيح. لكن دايما البلد بتنبعث من رماد زي طائر الفينيق يعني زي ما بيتقال. فدي من الأشياء الرائعة جدا في الكتاب. وبرضو الإشارة على فكرة أنه الأدلجة بالعافية واللي هو أنه أنت بلد عربي فخلاص بالعافية أو بالبيادة زي ما احنا بنقول. وحتى تزوير التاريخ. صحيح. يعني نسبة ناس من الناس اللي سكنوا في ماضي البلاد نسبتهم إلى عرق لا ينتسبوا إليه لكي تمثل لنفسك استمرارية تاريخية. يعني هذا شيء اتعمل من قبل المنظرين الأيديولوجيين الإسلاميين والمنظرين الأيديولوجيين العروبيين اللي هي سرقة تاريخ أقوام تانية ونسبته إلى نفسهم أو إضفاء صفة العروبة أو الإسلام على أقوام تانية مش بالضرورة توافق هي من نفسها على أنه هي تنتمي لهذه الصفة. صحيح. وده بنحسه في التعامل مع القضية الكردية بحماقة شديدة أهدرت فرص لتعايش سلمي كان ممكن يبقى موجود. صحيح. 100%. ويمكن من ضمن الأشياء الرائعة اللي يعني برضو بننبه المشاهد ليها في محاضرة أنت ألقتها في دار الآثار الإسلامية في الكويت سنة 2000 بعنوان عسكرة التعبير الفني في الشرق الإسلامي في العصور الوسطى. المحاضرة موجودة على الإنترنت لمن يرغب في مشاهدتها كاملة. لكن أنا لفت انتباهي أنه أنت في وقت مبكر جدا بالقياسا لفكرة الكلام حوالين العسكرة كان حي موجود في الخمسينات والستينات. وبعدين لما العسكر لبسوا الثوب المدني طوال السبعينات والثمانينات تضاءل استخدام هذا التعبير. لكن لفت انتباهي أنك تستخدمه قبل وقت طويل من فكرة ما جرى بعد الثورات العربية. وهي محاضرة ممتعة. وانت عندك حاجة كمدرس صوتك إذاعي يعني عندك صوت كده مريح للنفس. فهل ممكن تلخص لنا المحاضرة دي سريعا كده؟ صحيح. ممكن كتير الحقيقة. أنا تخصصي الدقيق الحقيقة هو في الفترة المملوكية. والمماليك كما تعرف كانوا أولاد صغار يجلبون كعبيد ويدربون عسكريا ثم يمنحون حريتهم أو يعتقوا من العبودية ويمنحوا جامكية أو راتب وأحيانا إقطاع ويضموا إلى الجيش المملوكي. فكان الطبقة الحاكمة في مصر هي طبقة عسكرية بامتياز في مصر وسوريا الحقيقة في الدولة المملوكية كلها. فأنا كتبت الأطروحة بتاعتي عن قلعة القاهرة وبحثي في تاريخ قلعة القاهرة هداني لأنه هالطبقة كل أزواقها وكل ميولها ميول ذات اتجاه عسكري لأنه كونت لنفسها تراتبية اجتماعية وهي على قمتها تعتمد على كونها هي عسكرية والآخرين ممنوعين من الانضمام إلى الجيش. فخلال عملي على الفترة المملوكية وهذا كان في الثمانينات كان دائما يخطر لبالي وأنا أنظر إلى أنظمة الحكم في العالم العربي على أنه ما الفرق ما بين النظام المملوكي وما بين الأنظمة الموجودة في العالم العربي بشكل خاص في سوريا. لأنه في سوريا الحقيقة الطبقة الحاكمة في سوريا في الثمانينات واليوم هي طبقة عسكرية المنشأ. وبغض النظر عن انتماء الطائفي أو انتماء الطبقي الشيء اللي يجمع الآن الأشخاص المسيرين للأمور في سوريا والذي جمعهم خلال فترة 45-47 سنة التي فاتت هي انتماء للجيش. ونفس الأمر ينطبق طبعا على مصر وعلى بعد ثورة يوليا 52 حكم مصر مجموعة من العسكر لغاية اليوم. ونفس الأمر ينطبق على العراق ونفس الأمر ينطبق على الجزائر ونفس الأمر ينطبق على السودان واليمن وليبيا وغيره وليبيا. فلاحظ على أنه كل الدول التي سمت نفسها في يوم من الأيام دول تقدمية حكمها العسكر وخربها العسكر. لأنه كل الدول اللي تكلمنا عنها اليوم بالاستثناء من مصر يلي على شفا التخريب الآخرين كلهم خربين كدول. وأنا أعتقد على أنه العقلية العسكرية عقلية ساهمت في هذا التخريب. نعود الآن إلى الفترة التي أتكلم عنها. كانت فترة تحدي هائل للعالم الإسلامي
ووجود طبقة عسكرية هو اللي حمى العالم الإسلامي، لأنه كما نعرف على أنه المماليك هم اللي هزموا الصليبيين وهم اللي هزموا المغول. والحقيقة لولا المماليك الصليبيين كانت امتدادهم على رقعة صغيرة من الأرض العالم العربي، لكن لولا معركة عين جالوت ولولا انتصار المملوكي في معركة عين جالوت العالم العربي كان سيخضع بكامله للمغول، وليس هناك أي دليل على أنه كان من الممكن أن المغول يتحولوا للإسلام. في اللحظة التي حصلت فيها معركة عين جالوت كان المغول غير مسلمين، أسلموا بعدها بعشرين سنة، وأنا أعتقد هزيمتهم على إيد المماليك لها علاقة بتحولهم للإسلام. وأول إنسان تحول للإسلام كان حاكم ما يعرف اليوم بروسيا، مش حاكم ما يعرف اليوم بإيران اللي هي الدولة الإخوانية التي كانت تتعارك مع المماليك. وحاكم ما يعرف اليوم بروسيا المصادر العربية تسمي أوزبك دائما، على الرغم من أنه على الغالب كان في واحد بس اسمه أوزبك منهم، لكن تحوله إلى الإسلام جعله يميل إلى المماليك ضد أبناء عمومته. وأعتقد على أنه هذا هو اللي أثر فيما بعد تحول المغول إلى الإسلام، عودة إيران إلى الإسلام. وإلا إيران كانت تحكم من طبقة غير مسلمة لمدة 40 أو 50 سنة بعد مجيء هولاكو والعراق طبعا. وطبعا العالم الإسلامي في وسط آسيا كان يحكم من طبقة غير مسلمة، تحولهم للإسلام أعادهم إلى الحظيرة الإسلامية. فأعتقد أنه المماليك لهم دور هائل في الحفاظ على الثقافة الإسلامية، وبالتالي أميل إلى التسامح مع عقليتهم العسكرية كما لا أميل إلى التسامح مع العقلية العسكرية العربية الحاكمة اليوم، لأنها لم تنجز أي إنجاز عسكري. صحيح، هم فعلا عسكر بلا حروب ومارشلات بلا انتصارات. بعد فاصل قصير هتكلم حوالين نقطة مهمة انت بتلمسها، حوالين فكرة ازاي انه الطبقة الحاكمة، وانت تخصصك القاهرة وهنتكلم عن غرامك بالقاهرة، لكن برضو هنروح ونيجي في الزمن الى البدايات والى اهتمامك بحسن فتحي. فبعد فاصل قصير هنكمل حوارنا مع الدكتور ناصر الرباط، ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم، بنستأنف حوارنا مع الدكتور ناصر الرباط، يعني أحد أهم أساتذة العمارة الإسلامية في العالم والأستاذ بجامعة أو معهد MIT. منورنا دكتور، شكرا على أنك منحتنا هذا الوقت. صدقتي. يعني العلاقة بين المعمار والسياسة، وإحنا زي ما كنا بنتكلم قبل أنه الإنجاز العسكري للمماليك استتبع إنجاز معماري، وأنت عندك غرام خاص بالقاهرة هتكلمنا عنه، ولفت انتباهي انك حتى بتعتبرها من اهم مدن العالم في التنوع المعماري. دي كلمة لو حد مصري سمعك يقول لك القاهرة يعني مش نيويورك ولا باريس، فالاول ليه القاهرة مش غيرها؟ القاهرة دائما ننسى نحن انه القاهرة كانت عاصمة الامبراطورية لفترتين، الفترة الاولى هي الفترة الفاطمية، والفاطميين الذين بنوا القاهرة وبنوها في نهاية القرن العاشر أسسوا فيها حاضرة كبيرة، وكانت ممتلئة بالقصور ومتنزهات وطبعا الجوامع والأضرحة والمشاهد لآل البيت، بما أن الفاطميين كانوا إسماعيليين وكانوا يريدون أن يحولوا الشعب المصري إلى الإسماعيلية وفشلوا في ذلك. ولكن واحد من الأدوات اللي استخدموها كانت تعظيم آل البيت، وأنا في زياراتي لمصر مثلا اكتشفت أن المصريين يعظمون آل البيت أكثر من السنة غيرهم في أماكن أخرى بدون أن يدروا ذلك. يعني أول مرة أخذ تاكسي في القاهرة ونحن نمر قدام مشهد الحسين، شوفير التاكسي وضع يده على زجاج النافذة وقرأ الفاتحة، فأنا قلت تعمل ليه الموضوع؟ قال لي لا، نحن مرينا في سيدنا الحسين. صحيح. قلت له أنت شيعي؟ فقال لي لا، ليه؟ أعوذ بالله. صحيح. فعندك كمية كبيرة من التصرفات، وطبعا حتى صلاح الدين كان واعي لذلك، لأنه صلاح الدين لما أزال الخلافة الفاطمية أول ما فعله هو أنه أقام مشهد على ضريح الشافعي لكي يحول انتباه المصريين الذين كانوا يذهبون إلى الأضرحة لآل البيت للذهاب للشافعي، وأصبح الشافعي بطبيعة الحال الشخصية التي أصبح قاضي العدل يكتب لي الرسائل تماماً أبسك. تماماً الكتاب كتاب عويس الرائع عن الموضوع. فمصر أو القاهرة واحدة من أغنى المدن معمارياً في العالم، يعني مقارنة مثلاً بباريس ولا بلندن ولا بنيويورك، طبيعة الحال أغنى لأنه أقدم.
باريس ولندن أقدم من القاهرة، لكن كانت مدن بائسة، لذلك ما كان فيها تنوع معماري. ابتدأت لندن وباريس تصبحان مدينتين مهمتين بالقرن الـ14، القرن الـ13 في حالة باريس الحقيقة. أما القاهرة فهي عاصمة إمبراطورية هائلة تحتوي شمال أفريقيا كلها والحجاز في الدولة الفاطمية، وفيما بعد عاصمة الدولة الأيوبية المتوسبة اللي كانت عم تقارع الصليبيين وتنتشر إلى داخل الأناضول، وحتى في أوقات صلاح الدين كان سيأخذ جيشه ويذهب إلى بغداد وأوقفوا معاونوه عن ذلك، قالوا له أنه مش رح تحارب الخليفة. صحيح. فالقاهرة تمتعت بهذه الفترات الرائعة من التمويل الأميري والملكي، وثم جاء المماليك. والحقيقة القاهرة كما نعرف اليوم هي قاهرة المملوكية، لأن المماليك لأسباب لا علاقة لها بالعظمة، لها علاقة بكنز المال، حولوا القاهرة إلى القبلة المعمارية التي أصبحت. ولو عندنا وقت أقول لك القصة، لأن القصة الحقيقة ما حدا بيعرفها تقريبا. تمام، تفضل. المماليك أسسوا لنظام حكم ذو جيل واحد، يجب أن تكون مملوكا لكي تكون جزء من الجيش، وبالتالي عندما تحرر من العبودية وتصبح جزء من الجيش اللي هو الطبقة الحاكمة في الدولة المملوكية تعطى إقطاعا، ولكن إذا توفيت أو إذا فشلت في مهمتك وأزلت من منصبك، الإقطاع الذي معك لا يذهب لعائلتك، يعود إلى الدولة، يعود إلى السلطان. على اختلاف، نحن نستعمل كلمة إقطاع خطأ، يعني نستعملها خطأ لما نطبقها على الأوروبيين، يجب أن نجد مصطلح غير كلمة إقطاع اللي هي كلمة إسلامية لتطبيقها على النظام الإقطاعي في أوروبا، لأن النظام الإقطاعي في أوروبا نظام وراثي. أنا إذا أخذت إقطاع من الملك فابني سيأخذه وابنه سيأخذه وهكذا، فهكذا نشأ الطبقة النبيلة في أوروبا، أن هم يمتلكون هذه الإقطاعيات. المماليك ليس لديهم هذا النظام، نظامهم استعادة الدولة للأملاك، الطريقة الوحيدة لكي يضعوا بعض هذا المال جانبا لاستفادة عائلتهم منه عن طريق الوقف. فكانوا يبنون المساجد والمدارس، طبعا بسبب غيرتهم الدينية لا خلاف على ذلك، لأنه مدربين دينيا كلهم في خلال فترة تدريبهم، ولكن العنصر المالي عنصر مهم. وأستاذ في جامعة نورث ويسترن عمل بحث عن الموضوع ومنه ابتدأنا، يلي هو أخذ الأوقاف السلطانية المملوكية اللي عنا وجمع كل المصاريف، لأنه بتعرف الوقف بيكتب فيه نخصص 200 درهم لمؤذن للجامع ونخصص كذا ونخصص كذا ونخصص كذا، بعدين بيقول لك الدخل يأتي من حصة من قرية كذا وكل القرية الفلانية والتلت حوانيت في الشارع الفلاني و و و و فجمع الاثنين ووجد أن هناك فارق هائل، أكثر من 50% من الدخل لا يصرف. ودائما في كل هذه الأوقاف المسؤول عن الوقف أو ناظر الوقف هو الواقف ومن بعده أولاده. فالوقف هو الوسيلة الوحيدة، لأن الدولة لا تمتلك سلطة فوق السلطة الدينية لإزالة وقف خيري يدعم المسلمين في جوامعهم. مبدعين والله. ولذلك القاهرة، ولذلك أقول أن القاهرة هي أغنى مدينة معماريا، وللأسف لا نهتم بها. مايكل ماينكي واحد من أهم الدارسين تاريخ المعماري المملوكي ألماني، توفي من حوالي 25 سنة، جمع عدد المباني المهمة دينيا وتجاريا وقصور في القاهرة التي بناها المماليك، وطلع الرقم 2580 مبنى. بمعنى تاني المماليك حكموا القاهرة 250 سنة، يعني كل سنة كان المماليك يبنون 10 مباني مهمة جديدة في القاهرة. هذا الرقم لا يعادل أي رقم في أي مدينة أخرى في العالم. نعود الآن إلى القاهرة ونجدها بعد حكم محمد علي مدينة انتعشت انتعاش هائل بفضل الانفتاح التجاري اللي أسسه محمد علي وأكملته العائلة، وثم بسبب التغلغل الأوروبي الاستعماري لاحقا، بس بداية كان تغلغل تجاري وتغلغل احتكار للتجارة، فظهرت طبقة غنية جديدة في القاهرة. وعندنا لهالسبب أنا بقول أنه يمكن أن نقارن القاهرة بمدن مثل باريس ولندن ونيويورك، لا يمكن أن نقارنها بروما. روما هي المدينة الوحيدة الأغنى.
لأنه هؤلاء الأثرياء الذين وردوا القاهرة والذين حملوا جنسيات غير مصرية خلفوا لنا عمارة رائعة في القاهرة، ونحن الآن للأسف ندمرها تدميرا. يعني تراث القاهرة من نهاية القرن 19 وبداية القرن 20 تراث لا يعادل شيء في البحر الأبيض المتوسط. ممكن تلاقي تراث شبيه له في باريس، كلنا بدفع الفلوس كلها لنروح نشوف باريس المدينة الجميلة، منطقة قصر النيل، منطقة ميدان التحرير، منطقة القصر العيني، القاهرة الخديوية، هذه المنطقة، منطقة جاردن سيتي، هذه المنطقة كان فيها قصور رائعة وزالة. صحيح، وللأسف يعني يمكن لحسن الحظ علاقة الشباب بهذه العمارة جت من خلال السوشيال ميديا. في حساب على الفيسبوك لشاب اسمه يوسف مرشد سياحي بيعمل فيديوهات مزرية ومريعة عن أحوال، هو الحساب اسمه المماليك بالمناسبة، عن اللي حضرتك بتتكلم عنه. وانت في دراستك عن قلعة الجبل في ختام الدراسة بتشير إلى مفارقة، إلى أنه لم يتم استخدام هذا المكان الموقع الرائع للسياحة إلا بعد ما تركوا العسكر أو القوات المسلحة يمكن في 89 يعني 85 85 وبعدين فضل شوية منه مشوا في 89، فلم يكن مدرج أساسا على يعني مفارقة مزرية. لكن من ضمن الحاجات المهمة اللي أنت بتتكلم عنها إزاي القاهرة المملوكية تعمل فيها فكرة الكومباوندات أو تجمعات الأغنياء في قلب المدينة، إزاي إن هم يعني يبقى في بديل عن قصور يعني انه بدل ما ياخد قصر ويبقى بعيد بيحط القصر في قلب. ازاي شفت الحكايه دي وانت بتدرس التاريخ المعماري للقاهره؟ في المثل العربي الرائج اللي بيقول الاطراف منازل الاشراف، والمماليك كانوا طبقه عسكريه تفتقد الى الحق في الحكم، فكانوا دائما بحاجة لإثبات نفسهم بحيث أن الناس يتقبلونهم. لهالسبب كانوا مجاهدين ومقاتلين ودافعوا عن الإسلام، وكما قلت سابقا الإسلام لم يكن ليوجد لولا الدفاع المملوكي عن الإسلام. أما الأشياء الثانية فكان يبني قصره داخل المدينة لكي يكون على مقربة من وقفه يلي حيكون جامع أو مدرسة أو خانقة. كمية كبيرة من أمراء المماليك كانوا متصوفين وكانوا يدعمون الطرق الصوفية، والحقيقة لولا المماليك كمان كانت الطرق الصوفية دائما على الهامش، كان ينظر إليها بعين الريبة أنه الصوفيين ليسوا مسلمين حقيقيين باطنيين. المماليك أدخلوهم إلى الحياة الاجتماعية وأسلموهم. يعني الخانقاوات التي بناها المماليك كان دائما فيها جوامع بحيث أنك تتأكد على أنه الصوفيين يصلون الخمس صلوات في خوانقهم. فأنا أعتقد على أنه وجود القصور المملوكية داخل المدينة هو طريقة من الطرق لإثبات الأحقية أنه نحن ننتمي لهذه المدينة وهذه المدينة مدينتنا، في حين أنه لو سكنوا خارج المدينة، لو عملوا لأنفسهم قصور خارج المدينة كان حيبقوا الانفصال تام وشامل ما بين الطبقة الحاكمة التي لا تتكلم العربية والتي لا تسمح لأحد بأن ينضم إلى الجيش، والتي لا يمكن لأي واحد من خارج طبقة المملوكية أن يصبح من أمراء المئة أو أن يصبح سلطانا. ممكن أن يصبح أمير 10 وأمير 40 لكن لا يصبح أمير 100 يلي هو المعادل لجنرال بمعارفنا اليوم. فبالتالي دائما كان لازم يلاقوا حلول للعودة إلى الناس، فالعودة إلى الناس كان عن طريق الجهاد وعن طريق دعم الشريعة وعن طريق دعم العلم الإسلامي، دعم العلم الإسلامي بما يدعمون، يعني كانوا يدعمون المدارس الفقهية التي تعود عليهم بالمنفعة بطبيعة الحال، ويجروا رواتب وأعطية للشيوخ تماماً والفقهاء. تماماً. فأنا أعتقد على أنه وجودهم داخل المدينة كان مدروس استراتيجياً، أنه لكن الذي لا نعرفه أن القصور المملوكية داخل المدينة كانت قلاع، كانت قصور هائلة، وللأسف بقيان خمس قصور مملوكية اليوم في القاهرة من أكثر من 60 قصر المفروض في الأساس، بعضها فيها أحجار اللي بنسميها عقالية، يعني العجل يجرها الحجر بحجم الطاولة اللي أنت قاعد عليها. فأنت تخيل أنه قصر كل الجدار تبعه مكون من حجارة منحوتة، يعني دي الطوبة يعني فمثلا عندنا بقايا قصر قوسون، وللأسف ما اعتقدش انه رح تستمر
لفترة يعني ينهار القصر، وهذا كان أكبر وأهم قصر وبناه السلطان ناصر محمد، كلها أحجار عجالي، ولغاية الآن ممكن أن هي خلف جامع السلطان حسن، فممكن الواحد أنه ينزل في حد الحدرة هناك وتدخل إلى الشوارع الضيقة وترى بقايا القصر، وبقايا القصر يعني مهولة، فكانت عمارة هائلة. كان الوجود الأميري في مكان ما هو وجود للسلطة وللقوة، والقصر يرمز لهذا الوجود. صحيح، وللأسف المماليك الجدد عقليتهم الاستراتيجية أضعف بكثير، لأنهم أولا بدأوا سلسلة الخروج بالكومباوندات إلى الأطراف على حد تعبير المثل الشعبي، وبعدين جت بدعة العاصمة الجديدة دلوقتي اللي فكرة إبعاد السلطة إلى مكان آخر، لكن ليه كمان معنى سياسي أنه، وأنا قريته من خلال المحاضرة اللي أنت قلتها ومن خلال ما كتبته أنت في أكثر من مكان، إلى أنه عدم الاحتياج للناس، أنه أدرك الطبقة الحاكمة الجديدة أن أنا مش محتاج للناس أكون وسطهم، فبالتالي بيحكم بالنيابة عني الأمن المركزي والجيش والتشكيلات، وأنا أسافر وأروح في حتة تانية بعيدة. عايز بأننا وصلنا لختام الجزء الأول، في الجزء الثاني نبتعد عن القضايا العامة يعني، وأروح معاك للرحلة الشخصية اللي هي برضو رحلة عامة، وإنت ليك تعبير مهم كنت قلته مرة في إحدى حواراتك، إنه كان جزء من أهم الملامح أمل في النهضة في العالم العربي هو التلاقح ما بين المعماريين والأدباء والفنانين، وإن هم بيحكوا مع بعض وبيتكلموا مع بعض. فهسألك في الأسبوع القادم في بداية أسئلتي حوالين تكوينك الأدبي والفني وبدايتك مع المعمار من خلال حسن فتحي، فدلينا أن احنا نكمل هذا الحوار في الأسبوع القادم بإذن الله. فاصل قصير ونختم هذه الحلقة، لكن هنكمل حوارنا مع دكتور ناصر رباط اللي شرفنا النهاردة في هذا الحوار. ابقوا معنا. أهلا بحضراتكم، وصلنا إلى فقرة كتاب الأسبوع وختام هذه الحلقة من عصير الكتب. وزي ما حضراتكم عارفين إحنا عندنا نقص فادح الحقيقة في كل أنواع الكتب اللي بتصدر باللغة العربية، يمكن من أبرزها ويعني النقص بيبان فادح قوي أكتر، يمكن مش زي الروايات أو حتى الكتب العلمية بقى فيه اهتمام شوية بيها، الكتب اللي هي فيها زي تحقيق استقصائي، اللي هو الكاتب بيمسك موضوع ويفضل ينخرب وراه لغاية ما يجيب أوله من آخره، بما يطلق عليه الصحافة الجديدة اللي هي فيها مزيج من الكتابة الأدبية مع المعلومات مع أدب الرحلات وما إلى ذلك. ولكن نشكر يعني يشكر دور النشر اللي بتحاول تسد هذا الجانب بترجمة الكتب المهمة اللي بتقدم مواضيع زي دي. والنهاردة هتكلم عن كتاب اسمه اليوم نرمي القنابل وغدا نبني الجسور، كيف تحولت الإغاثة الأجنبية إلى ضحية حرب، للصحفي والكاتب بيتر جيل، وترجمه عن الإنجليزية منصور العمري، وصدر عن منشورات المتوسط ودار المتوسط. والحقيقة الكتاب ده المؤلف بيتر جيل هو مراسل صحيفة ديلي تلغراف ومتخصص في الجانب ده، يعني ألف 4 كتب في مواضيع اللي هي ليها علاقة بالتنمية والإغاثة والمساعدات وسياسة التجويع في أثيوبيا ومش عارف قطرات في المحيط، عام في وفاة أفريقيا، يعني مكتوب التعريف بيه. فبالتالي لما انت بتقرأ انت بتتكلم عن واحد متخصص بيوريك الوجه الآخر اللي احنا بنشوفه، كل ما بنشوف في سوريا ربنا يفك أزمتها، في قبل كده في الصومال، في أثيوبيا يحصل مثلا فيضانات، يحصل حرب أهلية، فبنشوف عمل منظمات الإغاثة لكن ما بنشوفش ما وراء هذا العمل من مشاكل، من صعوبات، من أزمات، من تحول المغيثين إلى ضحايا على يد ناس زي المجانين المتطرفين في داعش وطالبان وغيرها، وأيضا الجوانب السلبية اللي فيها فساد، فيها سوء إدارة. كتاب بيلملك كل أطياف، كل يعني ألوان الطيف اللي ليها علاقة بالعمل الإغاثي، والحقيقة مخيف وممتع وملهم كمان للي بيفكر. يعني أنصح دارسين الصحافة أو اللي بيشتغلوا في الصحافة أن هم يتعلموا من طريقة البحث وطريقة ازاي ان انت تحط تفاصيل حتى لو تفاصيل صغيرة موجودة في الارشيف او موجودة على الانترنت، وبعدين تروح زيارة ميدانية وتجمع التفصيلة جنب التفصيلة وتعمل عملية مونتاج تخلي القارئ مستمتع وفي نفس الوقت مستفيد وملهم، ويوريك قد ايه الانسان ده يعني كائن مركب جدا، وقد ما في ناس
تضحي بحياتها من أجل إغاثة الآخرين، في ناس لا تتورع عن عمل أي شيء ولا تتورع عن الوصول بالوحشية إلى مداها. كتاب شديد الأهمية، وأتمنى أن دور النشر تهتم به، لأنه قراءة هذا النوع من الكتب بيرقي طريقة الكتاب العرب، وممكن كمان يفيدنا ويلهم الكتاب في عمل كتب تسد النقص في هذا المجال المهم. اليوم نرمي القنابل وغدا نبني الجسور، كيف تحولت الإغاثة الأجنبية إلى ضحية حرب للصحفي بيتر جيل، ترجمة منصور العمري من دار المتوسط. وده كان الكتاب اللي بنختم به كلامنا لهذه الحلقة من عصير الكتب، وأشوفكم بإذن الله في الأسبوع القادم.